بداية حديثنا على طول بتكون بأشياء بتعلق بالتكنولوجيا مع إلي بباركود. صباح الخير إلي. هاي ناديا، كيفك اليوم؟ كثير منيح. تمام. إيه؟ شو عندك اليوم أخبار؟ عنا ايتمز كثير مهضومين تافه مثل العاده. في كم ايتم بعد بدي احكي عنهم، عن الشو يلي كنا عم نرفقه انا وفادي، الكونسيومر الكترونكس شو. ففي كم ايتم هيك مهمين كانوا عم بيقطعوا بهالمعرض بدي ادوي عليهم اليوم. وفي جادجت كثير مهضوم، هو مش جادجت اكثر من فكره. بتعرفي على طول بكل الملاعب يلي ملاعب سبور، ملاعب رياضه، اذا على نفس الملعب بيلعبوا باسكت، بيلعبوا ميني فوت لانها صار كثير ديجي، وكمان فولي بول، التقسيم تبع الملعب والبوسوات اللي بيكونوا على الملعب بيصيروا كثير كتار ومعجقين يعني. فهالجادجت يلي لقوه ان فاكت بحل كل هالمشاكل بطريقه كثير مرتبه وكثير مهضومه. كثير منيح لك. هلا حنزل لعندك الي واسمع التفاصيل. يلا. الايتمز اللي كنا عم بحكي عنه ناديا رح كون عم بعرفكم عنهم التفاصيل اكثر بعد لحظات. اول ايتم رح نكون عم نحكي عنه هو هالتي في تاتش سكرين. بنعرف انه اليوم الترند صاير بالاسواق العالميه انه تي في صار سمارت تي في، صار فيه انتجريتد ابلكيشن، ام تي في عم بيشتغلوا على ابلكيشن لسمارت تي في، وكل هالترند يلي عم تصير بالعالم كانت انه يعملوا هالتي في بيرسوناليزد اكثر، يعني يصير هالتي في بيشبهوا للشخص يلي عم يستعمله بطريقه بعد اكثر. الفكره من هالتلفزيون يلي رح احكي لكم عنه يمكن ما كثير عم يتماشى مع الترند يلي هي الكستمايزيشن، يعني ما كيف ممكن هالتي في يصير بيشبهنا اكثر، انما الفكره من وراء انه هيدا اكبر تي في يمكن رح نكون عم نحكي عنه، حجمه 65 انش، ولكن اكبر تي في هو تاتش سكرين. هلا في احجام اكبر كمان كنا عم نحكي عنهم، باركود. هاي سبا؟ وي عم لابس انا الجاكيت وكل شيء وهيك و لابسه صوف. لا ليه الجاكيت؟ بتعرفي انا هلا انتبهت انه هي القميص اللي لبسها اذا على الكاميرا بتصير هيك تبين، تعمل كارويات، فبس لما ينزعجوا العالم على بكره وبتعرفي بعدهم مبلشين اليوم نهار ويكند بكون عم يبلشوا انه الي كنت لبست غير قميص، يعني شطرت له سيده. لا عم بيعمل كثير سبا. عم بحكيهم عن هيدا اكبر تي في هو تاتش سكرين ناديا. كتي في عادي في اكبر منه بس كتاتش سكرين ما في. هيدا ذيس از ذا بيجست تي في، هو من شركه اي كيست. هل شركه اي كيست؟ ما كنت بعرفهم انا قبل. أوكي. يعني لكذب عليك وقلك بعرفهم وكثير معروفين. لا اوكي. الترند يلي عم نشوفها ناديا كثير كمان هي انه هالتلفزيونز اللي صاروا تاتش، حتى بام تي في. انا اول تاتش سكرين شفتها كان بام تي في، وحتى كان ببروجرام مع بيير بلوجن من زمان اول ما بلشنا. فهالانترفيس قد ايه هين، يعني حتى اليوم مثلا ببريس ريفيو اتس تاتش سكرين، الانترفيس تبع التي في انه يصير هو كمان تاتش سكرين صار كثير مهمه، خصوصا اذا يعني ما بدي اخذني احكينا شوي كوتي برامج، بس نحكي شوي من الحياه العمليه، ان كان البرزنتيشنز عم تعمليها بكونفرنس صغير، هاليوزر فريندلينس، يا اما طريقه الاستعمال تبع هالتي في اللي هي بكل بساطه، يعني كل المطلوب انه بس بتدقي بالايتمز اللي بدك اياهم على الشاشه وبتكوني عم تحركيهم مثل ما انت بترتاحي. هالفيتشر نقطه كثير مميزه وكثير مهمه وقليل لتشوفيها على شاشه هالقد كبيره ناديا. يعني بهيك سكرين صار فيك كل شيء موجود على التابلت ديفايس عندك فيك تنقليها، واكثر من شخص واحد فيهم يكونوا عم بيستعملوا هالسكرين وهالديفايس تو شير داتا، يعني اما ليتشاركوا بهالمعلومات اللي انت حابه انه تكوني عم تحكيها عنهم. فهيدي فكره التي في، ما كثير يعني كانوا عم بيركزوا هن على التفاصيل تبعه اكثر من انه حجمه والبريك ثرو يلي انه بهالحجم الكثير كبير عم بيعطونا تاتش سكرين. وقت نحكي تاتش سكرين على طول بنضوي على نقطة واحدة كثير مهمة تكنيكلي، هي الريسبونس تايم، يعني قد ايه سريع وقت تدقي بسكرين، قد ايه السرعة يلي رح يقدروا رح تقدر الشاشة تستوعب هالحركة يلي عم تعمليها وتكون كمان عم بترجمها للصورة يلي أنت حابة تعمليها، يعني للعمل يلي حابة تعمليه. فالمينيمم سبيد هي 7 ملي سكندز، وأعلى سبيد ممكن توصلي لها هي 1 ملي سكند. وقت نحكي إنه ليه بتتفاوت السرعة عندنا مينيمم وماكسيمم، أكيد هي قد ايه لود الترافيك، الشغل اللي يعني موجود على هالتي في، شو عم تجربي تعملي، وقد ايه كومبليكيتد هالعمل اللي عم تجربي تعمليه. بنروح على جادجت تاني مهضوم هيك بريفلي قبل ما نوصل على تالت ايتم. ما بدك تقولي شيء عن التي في؟
لا انه كثير فكره حلوه واكيد لها ما كثير فيه ديتايات يعني ان فاكت انه مثل اي تاتش سكرين ثانيه بس حجم كبير له احتياجاته حسب اتس بيجر سكرين ذاتس ات. رح نروح على هذا الديفايس. هذا الديفايس اول ما بتشوفيها بتفكريها يو اس بي ان فاكت. هي الديزاين تبعها هي من شركه ايسس, هي نفس الشيء از يو اس بي بس هيدا راوتر. يعني هذا الديزاين البشع يلي عنا يا بالبيت تبع الراوتر اللي بتبقوا حاطينه وملبكين فيه وهالشريط طالع من ورا الاثرنت الشريط الكيبل يا اما دي اس ال يا اما منظر كثير بسيط. حلو لك اياها صارت بهالشكل صارت مثل يو اس بي. انا طلبت منهم حكيتيهم لايسس هي اول مره عم نشوف يو اس بي بهالشكل. مش يو اس بي هي ات وركس از يو اس بي اذا انتم بحاجه لها از يو اس بي يعني, بس هي الهدف من وراها انه اتس مودم. هالراوتر سوري تو بي اكزاكت هو اصغر راوتر موجود بالعالم, وايس السنه كانوا عم بيطلقوا عنه وعم بيخبروهم للعالم بهالشو يلي اسمه سي اس كونسيومر الكترونكس شو. صرنا بننطره هيدا السنه الجاي انت حتخبرني عنه اكيد. وكمان بيسكلي الفيتشر كانت بس من ناحيه ديزاين سبيكس هن مثله مثل حيالا راوتر اكيد ما كثير رح يكون عم يعطيكم سرعه وقت ينقلكم الانترنت فيا واي فاي. يعني هذا بيعطيك واي فاي يو كان كونكت عليه فيا واي فاي, بس البريك ثرو كان انه من ناحيه الديزاين تبعه. لنروح على الجادجت يلي انا كثير محمس اليوم احكيكم عنه يا ناديا, هو هالفيتشر يلي كنت عم بقول لك اياها يلي عملوها لكل الملاعب. بتعرفي اليوم حيالا مباراة بتكون عم تحضريها مباراة رياضية اذا على نفس الملعب بيلعبوا تنس, يعني اذا بدنا نحكي بالكلوب يعني حيالا جيم يا يعني شيء هيك بيكون في عندهم اندور تنس كورت. هالتنس كورت كمان اوقات بيعملوه فوتبول كورت فوتبول او باسكتبول كمان بيصير باسكت بيصير يعني فولي كل شيء يعني ملعب واحد عم يعمل كل شيء. وبتصير تشوفي واذا في عندك شخص واحد كان حاطي دعايه هالملعب بتضل مدري قد ايه هالدعايه يعني اذا مش حاطين هولديك المتقدمين شوي الروتيتيف سكرينز بس اوقات بيحطوها على ارض الملعب. فالفكره من وراء هالكونسبت يلي اسمه اي اس بي جلاس فلور. اي اس بي جلاس فلور الفكره تبعهم اول شيء من الاسم ناديا انه في كونسبت لجلاس. رح تلاحظي انه شو عملوا حطوا LED screens يعني هيك أضوية سوري LED موجودين بكل الأرضية تبع هالملعب لأنت تبرمجي الملعب بحسب الرياضة اللي أنت عم تعمليها وبيضوي accordingly بيضوي accordingly. الفكرة كتير حلوة. هلأ كيف عملوها؟ وقت عم نحكي LED يعني بديك تحطي هيك لأنه في أضوية موجودين بالأرض لتقدر تحطي هالأضوية ما فيك تحطيهم دغري على الباركيه إنه كيف بده يضوي الضوء مش حيطلع. مش هيك فيها الاسم يلي هو glass floor سو فيها الإزاز وفوق الازاز تحتهم ال LED فوق بيجي الكفر تبع الازاز وبيرجع ليحمي الازاز في طبقه ثانيه بتجي من فوق يلي هي معموله من الالومنيوم. هون عم نشوف هيك صوره ثانيه كمان معموله من الالومنيوم. واخر شيء حطوا نوع كونكريت معين يلي هو نوع كيف بدي اقول لك اياه بالعربي كونكريت ماده يعني استعملوها على الارض ليعطوا نفس الشعور يا اما نفس الفيلينج نفس الجريب. حتى انا عم نحكي عن سبور فبدك تحكي عن الجريب وواحد بيكون لابس الاسبادري ف يلي هي عاده موجوده على الباركيه اكزاكتلي ما يصحط فهالكونكريت يا اما هالتكنولوجيا اللي قدروا يستعملوها بتعطيك نفس الانترفيس كان موجود على الجيم ولا ملعب مدرسه وهيك ترو. بس اللي عم تستفيد لحالك وين تستفيد منه اكثر اذا بنحكي كونتين ماركتينج وسيلز دعايات اللي رح فيكم رح فيك تحطيهم لانه الدعايه صارت كانه عندك سكرين موجوده على الارض وفيك تكوني عم تعمليهم روتيشن يعني مش انه عم تحطي دعايه وحده عم تقلب مع الوقت وعم تضل تغير على الارض فيك تحطي دعايه صار فيك تغيري يعني ارضيه الملعب كله فيها تكون دعايه يعني تو بروموت مثلا على الفول بيضوي الملعب. فهالتكنولوجيا اللي عم نشوفها ناديا انا شخصيا كثير حبيتها ليه لأن اول شيء ارتحنا من هول الاشكال الزياح اللي طالعين فوق بعضه اللي ما بقى بتعرف لاي لعبه هيدا الزياح ايه انه اذا عم تلعب فوتبول مثلا عم العب الباسكت بتصير تقيسي على زيح التروكوان يعني حلقات كنت قدي مش هيك بعدين صرنا نلعب فوتبول برات هول الملاعب صرنا انه اوبن سبيس باركينج بالتنك. فالفكره من وراها ناديا مزبوط الكلفه فيها كثير عاليه بس الادفانتج يلي كنا عم بقول لك يلي ممكن كثير يستفيدوا منه اذا ما بدنا نحكي من هون هي قيمه الدعايات اللي رح فيهم يعملوها كوتي ماركتينج كوتي سيلز اللي رح فيهم بعتقد انه ات وود بي بريك ثرو بيطلعوا كلفه الملعب فيها. الاحلى منها كمان ناديا انه السكور بورد بس طلع شو حلو المنظر كثير حلوه هلا في افكت كثير قوي كمان ال LED اول ما كنت عم بقريها الضوء انه ثقيله بتكون انت عم تعمل سبور وفيها الاضوية عم بيضوي تحتك لا بدها انه يمكن يزعجك اكزاكتلي لان هالكونسبت كيف انه مغطينا بعده لايرز
قبل ما يوصل الضوء، الضوء انه مش حيكون عم بيضوي لكم البلديه يعني عم بيضوي المنطقه كلها، الضوء بس ليعطي هالزيح ليعطي هالمارك اللي انتم بحاجه لها ليرسم هالخطوط كثير قويه هيدي ما بعرف كيف طلعت منها، ليرسم هالخطوط يلي هي معموله من ادويه وتكونوا عم تاخذوا الديزاين يلي انتم بحاجه له بيست على الرياضه يلي عم تعملوها. فا اتس ا فيري نايس كونسبت مكلفه مش هيك مش رح نحكي عن سعرها. في سعر ليه؟ لا مش رح نحكي عن سعرها. بتفنس كمان؟ لا ما قلت لك مش رح نحكي عن سعرها بس انه اكيد مكلفه. بس لكل العالم اللي حابين يعرفوا ديتيلز اكثر عنا الكونسبت هو من شركه اي اس بي اتس كولد جلاس فلور. اي اس بي جلاس فلور. اي اس بي جلاس فلور اتس عن جد اتس بريك ثرو. يعني هاي اول مره عم نشوف هيك جادجت. بعدنا وقت احكيكي عن اخر ايتم. في يا وي جو تو ذا لاست ايتم 1 مينيت. هالجادجت هو اول ما تطلعوا فيه رح تفكروه هو يو اس بي مثل كيبل موصول على الايفون. اتس ان ايفون جادجت جادجت هالايفونز. الفكره منه ناديا اتس كولد اي فلاش درايف اتش دي. الفكره انه to make it simple انه تقدري تنقلي هالمعلومات بطريقه اسرع ويكون عندك هالاكسس يلي هو كثير سريع على التليفون تبعك. لان بتعرفي يعني اليوم اغلبيه الفونز they can work as a USB. واذا بدنا نحكي كمان عن التابلتس تبعهم اكسبت ايباد وايفونز كل شيء بالاي يعني. فالفكره من هالجادجت هو انه يقدر يعطيك هالانترفيس ليعمل الديفايس تبعك as a USB as a start. ويو كان ايزلي ترانسفير داتا. لان اليوم الترند اللي عم نشوفه يعني بكل جادجت يعني بتحط الداتا على اليو اس بي وبترجع بتنقلهم 100% وفيك دغري تكوني عم تنقليهم. يعني هيدي الوصله فيها تكون عم تستبدل الكاب يلي نحن بنعرفه. اتس انذر بيريفيرال يعني مثل شيء اضافي مش انه رح يغير لك حياتك بس انه شيء اضافي. بس مثل الكابل اذا نحن بلا بنحطهم على اليو اس بي هون صح ترو. بس وليك فيك تنقليهم اذا وصلتيها على ايتونز كل شيء. بس الفرق هون انه رح فيك تحفظي هالمعلومات كمان على يو اس بي. يعني هذا هو الادفانتج الوحيد الموجود فيها اللي هو ما كان موجود قبل. يعني هو ما كان موجود قبل وخصوصا مع الجادجتس اللي هن ايفون عم نحكي عنهم. السايز تبع اليو اس بي اكيد في عندنا من 4 جيجا بايتس وبتطلع على 64 جيجا بايتس. الالوان هن بس ابيض. سوري ناديا بس الفكره الاساسيه منهم هي اذا بدنا نركز على شغله هي لانه نعرف قد ايه صارت اليوم كثير مهمه. يعني عم نحكي عن اتش دي عم نحكي عن هاي ديفينيشن. هي لا تقدروا تنقلوا كواليتي الصور يلي هن كثير عاليين تقدروا تنقلون برياحه يعني من ديفايس للثاني. ومشان هيك من زمان عرفنا انه ابل وقت نزلوا شيء اسمه ثاندر بولت اللي هو اسرع من اليو اس بي. يعني اليو اس بي نحن بنعرف اعلى وحده كانت 3.0 هي ماشي بتريبريزنت ذا سبيد يعني السرعه تبع الديفايس. فالثاندر بولت هي بعد بتعطيكي سرعه اعلى منهم كثير لانه بنعرف انه اغلبيه العالم يلي بيستعملوا ماك تحديدا يلي هن برودوي من ابل هن بيكونوا بكوتي الجرافيك ديزاين كوتي انيميشن وكل هول السيكتورز. فكل هالقصص بما انه صار كل شيء اتش دي وهاي ريزوليوشن الفايل تبع حجم الفايل صار كثير كبير مشان هيك خلقوا لهم ثاندر بولت. فالفكره انه كمان اذا بدنا نحكي عن نفس الدومين يعني عن العالم يلي عم يستعملوا هالديفايسز انه يكون معهم كومباتبل فون مثل الايفون يلي هو نفسه السيستم يلي عم بيشتغلوا عليه كمان بيكونوا على البي سي ليقدروا ينقلوا معلوماتهم بكل رياحه. This is the best gadget that they might need يلي اسمه PhotoFast iFlash Drive HD. نحن خلال النهار رح نشوف امين بتشامبيونز مش بورك اوت. بس اليوم بدي اقول انه كمان بعد اوتو فوكس رح نكون مع فاميلي. بفاميلي اليوم رح نحكي عن موضوع خساره احد المراهقين لاحد والديهم يعني او الاب او الام. وحنحكي بهالموضوع مع ليلى عقوري ديراني وهي اخصائيه بال يعني علم النفس العياده. لكن اللي عندهم اسئله حول هالموضوع كمان بندعيهم انه يتصلوا فينا ويسالونا عنه بعد البريك. لكن رح نكون مع اوتو فوكس وخليكم معنا.